في مارس آذار 2024 أصدر المدير العام لشركة الاستثمارات الأمريكية الشهيرة بلاك روك المثيرة للجدل لاري فينك بيانا موجها للمستثمرين تضمن تنبيها إلى العمال الذين يأملون في تقاعد مريح ماليا وهم في 65 من العمر. مضمون هذا البيان أن التقاعد في هذه السن أي 65 لن يكون ممكنا للكثير من الناس، بل إنه لن يكون ممكنا لأغلبهم، والسبب هو ارتفاع العمر المتوقع للعيش على المستوى العالمي وما يأتي معه من ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع لشبكة التأمين الاجتماعي. حسب لاري فينك فتكاليف الحياة أصبحت تزداد غلاء أكثر فأكثر، ويبدو أن الوقت قد حان لإعادة النظر في سن التقاعد عن العمل. حسب بعض الإحصائيات ارتفع متوسط العمر سنة 2021 إلى 73 سنة. عام 2050 من المتوقع أن يكون كل واحد من 6 أشخاص في العالم بعمر 65 سنة فما فوق، وبارتفاع سن شيخوخة السكان فإن العديد من الدول ستصل إلى نقطة يكون فيها عدد من يتقاعدون أكبر من عدد الذين يدخلون مجال العمل. وستصل بريطانيا هذه النقطة عام 2029، البرازيل في 2035، الهند في سنة 2048، أما الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2053. في فرنسا بدأت سلسلة من الاضطرابات يناير جونفي 2023، نظمها معارضو مشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية الذي اقترحته الحكومة الفرنسية، والذي من شأنه زيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك عن طريق زيادة تدريجية من 62 إلى 65 بحلول عام 2031 لمدة 3 أشهر سنويا من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2030. في كتاب يحمل عنوان حياة المئة سنة للأستاذان الجامعيين في كلية لندن للأعمال ليندا غراتون وأندرو سكوت، من المتوقع أن يعيش أكثر من نصف الأطفال الذين ولدوا سنة 2016 في الدول الغربية طبعا بسبب الرعاية الطبية المتقدمة لمدة تتجاوز 100 سنة، وبالتالي فإن الحصول على أموال كافية للعيش لمدة 40 أو 50 سنة بعد سن التقاعد سيكون أمرا مستحيلا أو شديد الصعوبة. إليكم قائمة بسن التقاعد حسب الدول، مع العلم أن التقاعد يختلف بين الرجل والمرأة، فالنساء يخرجن إلى التقاعد قبل الرجال، بالرغم من أن إحصاءات رسمية تبين أن متوسط عمر النساء أكثر بحوالي 4 سنوات، وهو تناقض صريح يبقى بدون تفسير. السعودية 60 سنة، الجزائر 60 سنة، مصر 60 سنة، روسيا 60 سنة، تركيا 60 سنة، المغرب 63 سنة، المملكة المتحدة 65 سنة، سويسرا 65 سنة، ألمانيا 67 سنة، النرويج 67 سنة، الولايات المتحدة الأمريكية 67 سنة، إيطاليا 68 سنة. الإمارات هي حالة خاصة إذ لا يوجد سن محدد للتقاعد فيها، حيث يمكن للمواطنين الإماراتيين الحصول على معاش التقاعد في أي وقت إذا وصلت مسيرته المهنية إلى 25 سنة. وحسب موقع الجزيرة القطري، بعض الدول لا توجد فيها معاشات التقاعد عند انتهاء الخدمة. من بين تلك الدول تايلاندا، نيجيريا، تنزانيا، هندوراس، الفلبين، باكستان والعراق، ونرجو من الإخوة العراقيين تأكيد هذا الأمر أو نفيه في التعليقات. ما هو تأثير رفع سن التقاعد على اقتصادية الدول؟ للوهلة الأولى يبدو أن رفع سن التقاعد يمكن أن يؤدي إلى تخفيض التكاليف في نظام التأمين الاجتماعي، وبالتالي تقليل العجز في الميزانية. وعلى الرغم من أن هذا الأمر يمكن أن يعطي الحكومات مرونة أكبر في الإدارة المالية، إلا أنه يمكن أيضا أن يؤثر على الموظفين المتقاعدين والشباب الذين يسعون لدخول سوق العمل. حسب الخبراء الاقتصاديين الأمر يتعلق بإيجاد التوازن المناسب بين احتياجات الاقتصاد الوطني واحتياجات الأشخاص أو الأفراد، وذلك حسب كل دولة وخصوصياتها والتركيبة الديموغرافية للأعمار داخلها. مثلا البلد الذي يتميز بقلة المواليد وارتفاع نسبة الشيخوخة يجب على الدولة أن تقوم بتمديد سن التقاعد، بهذه الطريقة توفر الحكومات مصاريف نظام الضمان الاجتماعي وفي الوقت ذاته تعزز الإنتاجية. وعلى العكس إذا كان انفجار ديموغرافي للمواليد ونسبة كبيرة من فئة الشباب فإن تأجيل سن التقاعد يؤثر على توفر فرص العمل ويزيد البطالة، وبالتالي فإنه من الأفضل
أن تقوم هذه الدول بسن نظام تقاعد مبكر من أجل إعطاء الشباب فرصا أكبر للدخول إلى سوق العمل. من جهة أخرى، تعتبر التجربة اليابانية فريدة من نوعها في تأجيل سن التقاعد، حيث تكون مهمة الجيل القديم هي تأهيل وتدريب الشباب من أجل تسليم المشعل لهم. وفي دراسة استقصائية بريطانية عن المتقاعدين البريطانيين الذين تجاوزوا سن 50، وجدت أن 85% منهم يعتقدون أنهم تقاعدوا في سن مبكرة جدا، وأن توقفهم عن العمل قد خلف فراغا كبيرا في حياتهم. ويعود تفسير ذلك إلى أن الإنسان في بحث دائم عن هدف لحياته. في الأخير، إذا أعجبكم الموضوع لا تنسوا الاشتراك في القناة.